السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم حبيت احكي لكم بموضوع ممكن يصير مع اي شخص فينا هون بالغربه. امبارح كنت عم بشوف شاب كاتب على الفيسبوك تعليق انه هو بتقدم لكذا وحده عربيه هون بالغربه يعني، وكم عيل يعني عرب، ورفضوه، وعم بيقول انه طلبوا مني فلوس ومهر واغراض وكثير شغله يعني، امور تعجيزيه هيك عم بيقول هو. واخر شيء رحت تزوجت وحده اجنبيه وما كلفتني شيء، تجوزتها بمحبس وهي حتى بتشتغل وتدفع معي بالبيت، وكان عم بقول وحده شقره وربيه وكذا، فعم بحكي بهي الطريقه. طبعا انا بفهم هاي الناس كيف بتفكر وبفهم ليش هي بتعمل هيك. هذا الشيء موجود للاسف، ولكن صدقوني عم بحكي لكم اليوم من تجربه خاصه ومن كل القصص اللي بسمعها من حوالي، ناس شفتها انا بعيوني. الزواج من اوروبيه قد يبدو سهل بالبدايه، هو قد يكون هو فعلا سهل بالبدايه، ولكنه صدقوني صعب جدا مع الوقت ومر جدا مع الوقت. الزواج هو مش يوم ويومين، انت فكر فيه على المدى البعيد، فكر كعلاقة بدها تستمر لقدام وراح يصير في منا اولاد لقدام، هل هذا الشيء خطير ولا لا؟ فإذا هي مش مجرد انانية، مش مجرد نزوة، هي علاقة، علاقة راح ينتج عنا عيلة. تمام، صدقوني الزواج من اوروبية صعب جدا ومر جدا، انت عم تتزوج وحدة عاداتها غير عن عاداتك، ثقافتها غير عن ثقافتها، تربيتها غير، دينها غير، بأدق التفاصيل عم تعيش مع شخص لا بيحكي لغتك، ولا رح تحس قادر تعبر معه بالشيء اللي انت متعود تحكي باللغة اللي بتحبها، لغتك العربية، عاداتك، تفاصيل صغيرة، أكلك، شربك، نومك، تلفزيون اللي بتحضره، ذوقك بالأغاني، ذوقك بالأفلام، كل شيء مختلف، حضن بارد، حياتك باردة حتكون، ما رح تتفاهم معه بالضبط، كتير أمور رح تختلف، ما رح تحس حالك أنه أنت كل شيء بتحبه، كل عاداتك وكل ذكرياتك الحلوة أنت وصغير، كل شيء تربيت عليه هذا جزء منك، من كيانك، قاعد جواتك، ما تفكر يعني ما حيختفي منك. رح تنصدم لما تتزوج واحدة أجنبية، رح تحس في شيء غريب، أنت مش أنت، مش رح تلاقي الحضن دافي، ما حتلاقي شيء بذكرك بماضيك، رح تنسلخ عن حياتك، رح تكتئب، ما رح تتفاهم مع هذا الشخص، ما رح تكون مبسوط. الموضوع خطير جدا جدا يعني، وبرجع بقول هو مش مجرد نزوة انت عم تفكر فيها، بدك تعيش معها، بدك تأمن لها، تكون عم تجيب منها اولاد وانت مطمن، هل هذا الشيء قادر تعمله مع اجنبية؟ مستحيل. طيب بقول لك انا اذا تركتك شو راح يصير باولادك؟ طب ما انت اولادك يمكن يتغير دينهم، يمكن هي تغير لهم دينهم، انت ما راح يكون عندك سلطة اصلا ولا عارف شو عم يصير مع اولادك، هيك بيكون انت السبب بانه اولادك خسروا الدنيا والآخرة. بتقولي لا والله هي بتحبني ورح تضلها معي، هذا الشيء مستحيل يكون مضمون اصلا يعني، حتى مع العربية مستحيل يكون مضمون، ما حدا بيعرف شو الله كاتب له، ولكن يوم ما الغربية تتركك ما رح تعرف شو حيصير مع اولادك. طيب ما رح تتركك، طب ما ممكن انت تموت او لاي سبب اخر، بس ممكن انت تموت، في حدا ضامن عمره؟ ما حدا ضامن عمره، انت يمكن تتوفى، اولادك رح يضلوا مع هاي الام اللي هي اجنبية اللي هي رح تغير لهم دينهم، انت شو بتكون سويت باولادك؟ رح يضلهم، ما رح يسامحوك لا دنيا ولا اخره، لانه اهم شيء بالانسان، اهم شيء بهاي الدنيا انه انت ما تخسر اخرتك، الدنيا مش مهمه يا اخي، الاخره مهمه، طيب الاخره هي الاهم، انت اولادك رح يخسروا اخرتهم بسببك، انك انت سلمتهم لام غير ثقافي، غير عادات، غير دين. هذا موضوع خطير جدا. صدقوني انا سامع قصص هون بتشيب يعني. في عندي شاب انا بعرفه هون بوسني، هو خبرني شو كان يصير معه تفاصيل، طبعا ما احكي كثير في قصص مع عرب وغيرهم يعني، بس راح احكي امور بسيطه جدا لتشوفوا قديش صعوبه الامر، ما راح احكي لكم عن النساء يلي تركوا ازواجهم واخذوا الاولاد وغيروا لهم دينهم، ولا عن يلي اخذت له نص املاكه وعوفت حاله يعني. هذا الشاب البوسني بالتفاصيل بسيطه عملت معه مشاكل واشتكت عليه بمحكمه، ولحتى تثبت انه هي الحق معها صارت تستفزه بطريقه لحتى يمد ايده عليها، صارت تستفزه بامور، شوفوا كيف لوين بتبين يعني، لوين قله الحياه، لوين قله الادب، انه هي بتعرف انه هو مثلا ما بحب يجيب كلب على البيت، راحت جابت له كلب، اول شيء ما كانت جايبيت له بس بعدين عشان تستفزه بس، ما كانت تاكل لحم خنزير، صارت تحط بالبيت لحم خنزير وتترك الاكل بلا جلي وتحط له لحم خنزير هيك بوجهه بالبراد بس لتستفزه، تجيب له شاب على البيت صاحبها رفيقه انه هي رفيقه وكذا، وصار يشهدوا ضده بالمحكمه بعدين. فانت ما تفكر بس اليوم شو هو الشيء اللي انت عم تشوفه، لسان حلو ووجه حلو، ما بتعرف شو بيصير معك بعدين، كيف ممكن تقلب عليك هاي ناس، انت ما بتعرف كيف هي متربية، انت ما مش من ثقافتهم ولا من عاداتهم ولا من دينهم. اذا انت اليوم مبسوط هلا بالبداية سنة وسنتين بس ما حتكون مبسوط العمر كله، وما بتعرف شو حيصير معك بالعمر كله. فالموضوع جدا خطير،
الزواج من الأجنبية سهل بالبداية ولكنه صعب جدا ومر جدا مع الوقت. هاي أول شغلة حبيت أقولها. شغلة تانية مهمة حبيت أقولها اللي هي للعيال، اتقوا الله بالناس، اتقوا الله بالشباب. عيب ترفضوا شاب إذا كان شاب كويس وشاب محترم. وبأوروبا ما حدا بيموت الجوع، كل الشباب حتى أول ما يوصل على البلد قادر يفتح بيت. فعيب اتقوا الله، ما بصير ترفضوا الشاب. الشاب لما ينرفض بينكسر، ولما ينكسر بده يحقد على المجتمع العربي ويصير لك انا ما بدي ولا واحدة عربية وبدي اروح اخذ اجنبية. واذا ما كان عنده مبادئ بروح بضحي بحاله وبضحي باولاده بدون ما يعرف، بيتبع شهوة ونزوة. في شيء لازم اقوله بكل صراحة، الوحدة باوروبا خطيرة جدا يا جماعة، وانا بقدر هذا الشيء عند الشباب. الوحدة جدا خطيرة، الشاب اللي بحس حاله وحيد بهذا البلد خاصة برد وكآبة وما في حياة اجتماعية، بده يضطر يرمي حاله اي رمية ويتزوج اي وحده تطلع بوجهه، بتكون حتى بشعه وقاعد معها هيك وكيف طيب بتستغرب انت، بس خلص لانه وحده بده حد يحكي معه. فانا يعني اول شيء اتقوا الله كعيال، ما ترفضوا شاب عربي اذا كان محترم واذا كان منيح، ما ترفضوه ولا تكسروا له قلبه ولا خاطره. شغله ثانيه، نحن الشباب لازم يكون في عندنا مبدا. انا حاعطيكم مثل عني، اقسم لكم بالله انه انا اول ما جيت على السويد من اول ما دخلت هالبلد كنت قادر اتزوج سويديه، وكثير كان في عندي فرص ورفضتها كلها. انا قعدت يا جماعه اربع سنوات بعمليه لم الشمل لاجيب مرتي. اربع سنوات استنيت، تصوروا قد ايه، اربع سنوات استحملت ولا اخذ وحده من غير عاداتي وثقافتي وديني. مستحيل مستحيل. أربع سنوات بس ضليت على مبدأي وما ضحيت بمبادئي، وضليتني بدي وحدة من بلدي وبتحكي لغتي ومن ديني. برجع بقول أسوأ الأحوال العربية ولا المسلمة تركتك، على الأقل أولادك أنت مطمن عليهم، عايشين مع أم نفس عاداته ونفس تقاليده ونفس دينهم، ما بيخسروا لا الدنيا ولا الآخرة، وأنت بتروح تتزوج وحدة تانية وقت الجد، ما خربتش الدنيا، ما بتوقف على حدا الدنيا، ولكن الأولاد حرام تروح أنت إن كان بالموت أو إن كان بطلاق أو إنها تتركك وتسلم أولادك لناس من غير دينك، حرام. هاي شغلة. كمان شغلة مهمة جدا أخدم فيها، نحن كشباب في علينا دور، يعني أنت لازم تشتغل على نفسك تزيد من فرصك للقبول، إنك أنت تكون أخلاقك كويسة، تكون متعلم، تكون مجتهد، كسيب، بتربح، بتشتغل، بتطلع فلوس، بتقدر تفتح بيت لحتى الناس كمان توافع عليك. كمان نشتغل على حالنا نحن كشباب، ما بصير انا اكون ازعر ومفلس وبديش اشتغل وعندي عادات وسخه وعندي يمكن بحشش ولا ما بعرف شو بسوي وبدي الناس تروح تقبل فيني، لا. فاذا هاي كلياتها نحن علينا دور، ان كان العيال انها توافق على الشاب اذا كان محترم وكان وضعه كويس، والشاب عليه دور انه يزيد من فرصه بالقبول، انه هو يشتغل على نفسه يحسن من مركزه ويكون ناجح لحتى الناس تقبل فيه. وعاداتك اهم شيء يكون عندك عادات كويسه وما تكون عندك عادات سيئه، او لا سمح الله تاخذ يعني مواد مؤذي ولا خطيره تكون انت بتدمر العيله، ما حدا حيوافق عليك. هذا اللي حبيت اقوله. الزواج من اوروبيه سهل في البدايه ولكنه صعب جدا ومر جدا، وما بتتوقع شو ممكن يصير. والشعب الاوروبي معروف مزاجي جدا جدا مزاجي، وممكن بأي لحظة تكتشف إنه هي عندها أمراض نفسية، ومجرد ما تحس حالها مريضة نفسياً دغري بتقرر إنها تتخلص منك. أول شيء حتخلص منه هو أنت، تأخذ أولادها وتخلص منك، انتهى الموضوع. وممكن تشتكي عليك وممكن تجيب شهود كذب، يعني ما بتغلب معهم. بس هذا اللي حبيت أقوله. ديروا معكم حالكم، أشوفكم إن شاء الله المقطع الجاي. كان معكم خالد، والسلام عليكم.